فيش دي منظومة أفاق النجاح اللي في المدرسة عند ابني بعتالي إن الولد طلع من الثلاثة الأوائل في المدرسة. يا عم منظومة أفاق النجاح دي منظومة إلكترونية تعليمية كده مدخلينها جديد في المدرسة، فيها أبليكيشن موبايل بيخلي أي حاجة في المدرسة تخص الولد بتتبعت لي وتتبعت لمامته. ايه ده؟ بصي يا ماما المنظومة طلعتني ايه؟ طلعتك ايه يا حبيبي؟ طلعتني ظابط. ظابط؟ لا انت هتطلع دكتور زي بابا. لا هي المنظومة عارفة ذاكرتي ايه يبقى هطلع ايه. منظومة أفاق النجاح. هي هتفهم اكتر مننا.